متابعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري على قناة رؤيا. بداية، تجتمع الحكومة اليوم السبت وغدا الأحد بولاة الجمهورية في لقاء يتم خلاله تقييم مدى تنفيذ خريطة الطريق التي حددت معالمها خلال الطبعة السابقة. اللقاء الدوري الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية يعد مناسبة لتقييم ما تم إنجازه على مدار سنة كاملة، مع تقويم واستدراك النقائص واستشراف ما يمكن فعله لبلوغ الأهداف المسطرة على المدى القصير والمتوسط والبعيد. في موضوع آخر وفي مجال التعاون، وقع وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي ونظيره وزير الصيد والاقتصاد البحري البريطاني محمد عابدين أمعيف على بروتوكول التعاون في مجال الصيد والاقتصاد البحريين بين الجزائر وموريتانيا، يخص ميادين التكوين والبحث وصناعة السفن وتربية المائيات ومنح حصص صيد للجزائر في المياه الإقليمية الموريتانية. وقال الوزير سلواتشي إن هذا البروتوكول يجسد المشاريع التي تخدم البلدين في مجال الصيد البحري. في مجال التعاون الدائم، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطال عمارة محادثات مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون في نيويورك على هامش أشغال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. المحادثات كللت بتوقيع على اتفاقية حول التعاون الاقتصادي وتأسيس اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين. في الرياضة، حقق المنتخب الوطني الأول فوزا ثمينا على نظيره الغيني بنتيجة 0-0 في لقاء ودي تحضيري جرى أمس الجمعة بالمركب الرياضي الجديد لوهران ميلو الهدفي. هدف الخضر أقول سجله هداف المنتخب اللاعب إسلام سليماني في الدقيقة 79 رافعا رصيده من الأهداف إلى 41 هدفا. في خبر طريف وغريب في آن، تداول مستخدم فيسبوك فيديو من كاميرات أحد جماهير الفنان محمد رمضان أثناء تجواله أمس بشوارع الإسكندرية في مصر، وأثار الفيديو جدلا كبيرا على السوشيال ميديا بعد أن استطاع أحد الأشخاص مستقلي الدراجات النارية سرقة نظارة محمد رمضان الذي رصدته إحدى كاميرات أحد المعجبين. بهذا نأتي إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمناه لكم من قناة رؤيا. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.